لابورتون كانت فرصه انطلاق شبكات جديده للتنقل، سبعه ديال الشبكات الجديده وانطلاق حافلات جديده للتنقل. اليوم وصلنا 610 ديال الحافلات اللي غيتنقلوا عبر مدينه الدار البيضاء وعبر مدار ديال مؤسسه التعاون. الهدف هو توسيع هذه الشبكه، هو تسهيل وسائل النقل للمواطنين ونزولا عند رغبه المواطنين والمواطنات ايضا اللي طلبوا باش يكونوا توسيع هذه الشبكات، لان غادي يسمحوا لهم باش يمشيو مثلا من البرنوصي لسيدي حجاج. كنعرفوا على ان كان برنامج ديال اعاده الايواء، وبالتالي هاد الناس كانوا ساكنين ومشاو لسيدي حجاج خلاو الخدمي ديالهم. فالهدف اليوم هو تقريب الخدمه من السكن، وهذا هو يعني الهدف ديالنا والهاجس ديالنا هو تسهيل المواصلات للمواطنين. شكرا. كما تشوفوا تحتفلوا العام من الاشتغال ديال الحافلات كازابيوس اوبيري باغ ازار. هذا العام كان واحد العام جد مشجع، لان تبني من طرف الحافلات الحمد لله مليون ديال المواطنين يكون معنا في 2020، 70 مليون ديال المواطنين يكون معنا في 2021. هذا ما يدل على ان الحافله ديالنا وان السيرفيس اللي كنعطيو على اوتور ديال لي زومبيسيون ديالنا. اليوم تنحتفلوا بجوج الحوايج، تنحتفلوا بالديمارات ديال ساتلين اللي غادي يكون ان شاء الله ابارتيغ دو سيمين بروشين اللي كيفون دي سيرفير انكور بلوس دو زون. بطبيعة الحال كتعبر على لا موديرنيزاسيون، يعني التجديد ديال هذه الوسائل ديال النقل داخل مدينه الدار البيضاء. معها انتم كما شفتوا كما قال السيده الرئيسه الانطلاق ديال واحد سبعه ديال الخطوط ديال الحافلات. حنا كجهه مجلس جهه الدار البيضاء سطات، ولان مدينه الدار البيضاء هي داخل المجال الترابي للجهه وهي المدينه الميتروبوليه، بطبيعه الحال مجلس جهه الدار البيضاء سطات كيساهم بواحد يعني المبالغ اللي هي مهمه في المخطط ديال النقل والتنقل ديال مدينه الدار البيضاء. جهه الدار البيضاء اليوم كتساهم تقريبا واحد 144 مليار في خطوط الترامواي والبياشينيس. كذلك بالنسبه لهذه الخطوط الجديده ديال الحافلات، هناك واحد المجموعه ديال الطرق، لانه اليوم كنخلقوا خطوط ديال الحافلات وكاين خاص الطرقات فين يدوزوا هذه الحافلات، وباش نحسنوا السرعه التجاريه ديال الحافلات مجلس جهه الدار البيضاء سطات عنده اليوم مخطط ديال التحسين والشق ديال واحد العدد ديال الطرقات داخل الجهه، داخل هذه الرقعه الجغرافيه اللي كتمثل يعني البيرمتر ديال لو سي ديال مؤسسه التعاون البيضاء اللي فيه 18 جامعه. ولكن كذلك هذه المساله ديال النقل والتنقل هي اليوم بدات هي اليوم مساله جهويه، لانه اليوم ما يمكنناش ندبروا هذا القطاع داخل المدينه ولا داخل هذه الرقعه ديال 18 جامعه بدون ان ناخذوا بعين الاعتبار اشنا هما الاشكاليات والحاجيات ديال التنقل اللي كاينه داخل جهه الدار البيضاء سطات. واليوم جهه الدار البيضاء سطات تقوم بواحد الدراسه ديال مخطط التنقل الجهوي اللي فيه واحد المجموعه ديال المعطيات، واللي داخل ان شاء الله في الايام المقبله عندنا البي دي ار ديالنا مخطط التنميه الجهوي اللي خدامين عليه، اللي غادي يشمل واحد العدد ديال المشاريع في اطار هذا النقل والتنقل اللي غادي يحسن النقل والتنقل داخل جهه الدار البيضاء سطات، واللي غياخذ بعين الاعتبار النقل والتنقل داخل الميتروبوليه ديال مدينه الدار البيضاء. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.